علموا أولادكم أن إسرائيل دولة احتلال، علموا أولادكم أن الحق فلسطيني وأن الله ينحاز للحق لأنه آية من آياته، علموا أولادكم أنهم أبناء وطن عظيم، أن مصر كانت وما زالت وستظل هي السند وهي الشقيقة الكبرى لكل العرب، علموا أولادكم أن سيناء رويت بدماء المصريين وما زالت أرضها خصبة وطهرة بدماء 3000 شهيد راحوا علشان احنا نعيش في حربنا على الإرهاب، وسيناء يا بتاعة المصريين يا نموت كلنا. خلصت حلقتنا، نشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله تكون هذه الحرب انتهت قبل حلقة الأسبوع اللي جاي. نسأل الله اللطف بأهلنا في غزة. دمتم في رعاية الله وأمان الله.